السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في شرح شابتر 2 اللي بعنوان البرودكشن اوف الميديسينال بلانتس او انتاج النباتات الطبية. خلينا متفقين ان احنا في الشابتر دوت هنبدأ نتكلم عن النباتات الطبية من اول ما اعرف هي اصلا مصدرها بيجي منين، لحد مزرعها، لحد ما اعمل عليها كذا عملية وانقلها للمصنع وتبقى جاهزة للاستخدام للمرضى. فاول حاجه هبدا بيها الشابتر دوت اعرف ايه اصلا السورس بتاعه الميديسنال بلانتس، يعني انا بجيب النباتات ديت منين. عندي مصدرين، مصدر طبيعي بنقول عليهم الوايلد بلانتس، والمصدر التاني هو مصدر انا اللي هبدا ازرع النبات، فهو بنسميه كالتيفيشن، الزراعه بتاعه الميديسنال بلانتس. اول مصدر هنتكلم فيه مع بعض هو الوايلد بلانتس. مين هو الوايلد بلانت؟ هو اي بلانت هيحصل له جرو نورمالي، هينمو طبيعيا ويز اوت اني هيومن انترفير، بدون اي تدخل من الانسان. وثبت عندك بقى ان اي حاجه طبيعيه بيبقى تركيز الماده الفعاله جواها كبيره. طبعا احنا اتفقنا ان الاكتيف كونستيتوانت او الماده الفعاله ديت هي الحاجه اللي مسؤوله عن الافكت او الاكشن اللي البلانت هيعمله، فمن مصلحتي ان هي تكون موجوده جوه البلانت بتركيز وكميه كبيره. عشان كده بقول لك ان من احدى او اهم او الميزه الوحيده اللي موجوده في الوايلد بلانت هي مور اكتيف كونستيتوانت، بيحتوي على كميه مواد فعاله بصفه او بشكل كبير جدا. ولكن قدام الميزه ديت هتقابل عيوب كتير، زي مثلا اول حاجه الوايلد بلانت يا دكاتره مش متمركز في حته واحده، لا ده انت مثلا في المكان دوت في عشب، في المكان او بعده ب 5 متر تلاقي عشب كمان، بعده ب 10 متر في عشب كمان، وهكذا. فهو ديستريبيوتد، هو منتشر اوفر ال ليميتد اريا، على مسافات شاسعه بعيده عن بعض. فده برضو عيب هيؤدي الى حدوث العيب الثاني اللي هو هيحصل فيه صعب او فيه صعوبه في عمليه الكوليكشن، في صعوبه في عمليه الحصاد. ليه؟ لان النبات مش متمركز كله في حته واحده، لا ده من يعني بمعنى اصح كده النبات منتشر على مسافات كتيره او بعيده عن بعض، فانا دوت هيتعبني وانا بعمل عمليه كوليكشن. ايه تاني؟ الكرود كوليكشن او الحصاد الدايم اللي هو اللي بنسميه احنا اللي بينتج نتيجه الرعي الجائر دوت، بيؤدي الى اكستنشن للسام سبيشيز، يعني بيؤدي الى انقراض بعض الفصائل. ما انت في عندك وايلد بلانت كل ما يطلع تروح انت تعمل له كوليكشن، كل ما يطلع تروح انت تعمل له كوليكشن، عمال تعمل له حصاد حصاد حصاد، ده كله بينتج عنه انقراض للفصيله ديت، للنوع ده. ما هو اصلا نبات طبيعي انت مش بتزرعه، فانت عملت تحصده تحصده تحصده، فتيجي فتره خلاص النبات ده ما عادش بيطلع، هيحصل له عمليه انقراض. البات كوليكشن بقى ده بيعتمد على الحرفيه والمهاره بتاعه الشخص اللي بيعمل الكوليكشن. يعني انت كشخص ماهر وشاطر لازم وانت بتعمل عمليه الكوليكشن تخلي بالك ان انت مش تجمع النبات بتاعك وتحطه على نبات تاني، فيحصل خلط للنباتات مع بعض، وممكن يحصل خلط للمواد الفعاله مع بعض. لازم كل نبات بعمل له كوليكشن بيتحط لوحده، بيتحط بعيد عن النبات التاني. طب الوايلد بلانت احنا قلنا من احدى او اهم ميزه ليه ان في ماده او الماده الفعاله موجوده جواه بتركيز قليل، لكن العيب بقى ان الوايلد بلانت اصلا كميته قليله. يعني الوايلد بلانت لو انت مثلا رحت على صحراء وحبيت تجمع وايلد بلانت هتجمعهم بكميه قليله جدا، فبالتالي الكميه القليله بتاعه الوايلد بلانت ديت غير كافيه للسوق، غير كافيه للمصنع. المصنع عايز كميه كبيره من الوايلد بلانت عشان يبدا ان هو ينتج منه او ينتج عنه كميات كبيره من الماده الفعاله، وبالتالي انا عندي هنا الوايلد بلانت انسفيشنت، غير كافي للماركت سبلاي، مش كافي خالص لاحتياجات السوق. عشان كده، عشان كل العيوب اللي احنا قلناها ديت، بدا العلماء يفكروا طب انا ليه اعتمد على الوايلد بلانت بس؟ طب ما انا ممكن استخدم طريقه غيره في ان انا احصل على النباتات او على النباتات الطبيه. فقال لك خلاص هنبدا نعمل كالتيفيشن او هنعمل بقى زراعه للميديسنال بلانتس عشان ابدا اتغلب على عيوب الوايلد بلانت. فبيقول لك فروم ذا بريفيوس ديس ادفانتج ذا ماركت نيد اذر سورس اوف الميديسنال بلانت، يعني السوق محتاج لمصدر تاني للنباتات الطبيه لان الوايلد بلانت مش كان مكفي احتياجات السوق. طب هاخد بقى الطريقه الثانيه او المصدر الثاني اللي هو كالتيفيشن بتاع الميديسنال بلانتس او الزراعه بتاعه النباتات الطبيه.
عملية الكالتيفيشن أو الزراعة بتتم عن طريق حاجتين، إما عن طريق السيد، آخد عادي البذرة وأروح أحطها في التربة أبدأ أرويها فيبدأ ينتج عنه النبات بتاعنا، إما عن طريق حاجة اسمها الفيجيتيتيف مين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني آخد حتة من الورقة، آخد حتة من الساق، آخد حتة من الروت اللي هو الجذر، آخد حتة من أي حتة من النبات، آخد قطعة أو جزء من أي مكان في النبات وابدا اروح اعمل له زراعه في وسط مغذي مناسب للكلام ده. كنا خدنا حاجه زيها في الاحياء بتاعه الثانويه العامه اسمها زراعه الانسجه، دي مشابهه ليها بالظبط. فعندنا طريقتين للزراعه، لا اما عن طريق السيد لا اما عن طريق اجزاء النبات نفسه. طب ايه طيب المميزات اللي خلتني اعمل الكالتيفيشن بتاعه الميديسنال بلانتس؟ اول حاجه انت اللي هتزرع، فبالتالي لو انت عندك مصنع هروح عامل ارض كده جنب المصنع على طول وازرع فيها النبات اللي انا عايزه او اللي المصنع محتاجه، فبالتالي وفر عليا حاجتين، وفر عليا عملية الكوليكشن او الحصاد بتاع النبات. انت يا باشا انت عامل النبات في حتة واحدة فهتجمع بسرعة، غير كده انت عامل النبات او زرعه في ارض جنب المصنع، بالتالي انت مش هتنقل بقى، مش هتجيب وسائل نقل وتبدأ تنقل من الارض وتروح للمصنع، لا ده انت عامل الارض اصلا جنب المصنع، فهو easily collected بيتجمع بكل سهولة، easily transported بيتنقل بكل سهولة. غير كده انت برضو عامله او انت حاطه في مكان صغير، يعني انت مركزه في منطقة واحدة، عشان كده كان سهل في الكوليكشن، هو concentration in very small area، يعني انت كنت حاطه في حتة واحدة صغيرة عشان خاطر يبقى سهل عليك في الكوليكشن، كنت حاطه جنب المصنع عشان يبقى سهل عليك في الترانسبورشن. ايه تاني؟ هو continuous supply for the market. يعني ايه الكلام ده؟ ان هو بيدي الماركت او السوق او المصنع الاحتياجات اللي هو عايزها من البلان. ما انا دلوقتي مثلا عايز ازرع فدان ارض، طب ما هزرع الفدان، عايز ازرع فدانين هزرع الفدانين، فبالتالي انت بتتحكم في الكميات اللي انت عايزها، فبالتالي هو قدر النوع بتاع الكالتيفيشن او الزراعه بتاعه النباتات الطبيه ان هي تتغلب على العيب بتاع الوايلد بلانت اللي هو كان غير كافي او انسفيشنت للماركت سبلاي. هنا لا، هنا كونتينوس سبلاي، هنا عمال يدي للسوق كل اللي هو عايزه. ولكن يجي بقى العيب الوحيد اللي كان هناك ميزه في الوايلد بلانت. الوايلد بلانت كان عنده كمية كبيرة من المواد الفعالة، قلنا أي حاجة طبيعية تحتوي على المواد الفعالة بنسبة كبيرة، أما هنا less active constituent، يعني أنت هنا هتنتج النبات بكميات كبيرة جدا، ولكن النبات اللي أنت هتنتجه دوت كمية المادة الفعالة اللي جواه قليلة جدا. زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش، أنت عندك هنا عملت كل حاجة حلوة، حطيت النبات جنب المصنع، كان سهل في النقل، كان سهل في الحصاد، كان متركز في حتة صغيرة بس، وفر للسوق كل اللي هو عايزه، ولكن اللي مش كامل ان كانت نسبة المادة الفعالة اللي جوه النبات كانت قليلة. طب انا خلاص زرعت النبات، انا بقى عايز اعمل عملية كوليكشن. تقول لي طب ما انا هعمل حصاد امتى للنبات؟ ايه الوقت اللي انا هعمل فيه حصاد للنبات؟ تقول لي مثلا والله لما الثمرة مثلا تنضج كده وتبقى حلوة. لا، الكلام ده امتى؟ لو انا عايز ازرع نبات بغرض ان انا عايز اكله، استنى لما الثمره تنضج وابدا اكلها عشان يبقى طعمها حلو. ولكن انا اللي يهمني في عمليه الكوليكشن بتاعي الميديسنال بلانت يا دكاتره ان يكون البلانت بتاعك بيحتوي على كميه مواد فعاله مناسبه، يعني الوقت اللي انا هروح اجمع فيه النبات يكون بيحتوي على كميه مناسبه من الماده الفعاله. يعني ممكن نبات ابدا اعمل له كوليكشن قبل ما يحصل له رايبنينج، قبل ما ينضج، وتلاقي الماده الفعاله جواه موجوده بنسبه كويسه، لان انا هنا بتعامل مع البلانت از ادراج، يعني بتعامل مع النبات على ان هو دواء. فبيقول لك ان الدراج may be collected from the wild او الكالتيفيتد بلانت، ممكن عادي اجمعه سواء كان من الوايلد او حصل له كالتيفيشن. It is known that the active constituent of medicinal plants are affected باي ميني فاكتور. طب ايه العوامل اللي بتاثر على عامله الكوليكشن بتاع الاكتيف كونستيتوت او بتاع النباتات؟ قال لك البروبر تايم اوف كوليكشن، الوقت المناسب اللي انت هتختاره عشان تعمل فيه عمليه الكوليكشن از فيري امبورتنت، مهم جدا عشان اخد دواء اوف ا جود كواليتي، يكون دواء كده بكميه او بيكون بجوده عاليه زي ما بيقول. كلمه دراج بجود كواليتي يعني دراج بيحتوي على كميه مناسبة أو كافية من المواد الفعالة. فخلينا متفقين إن أنا
الوقت اللي بعمل فيه كوليكشن للمواد الفعاله ده معتمد على نسبه الماده الفعاله جوه النبات بتاعي، مش معتمد على الميعاد اللي يحصل فيه رايبنينج او نضج للماده او للايه للبلانت. طب ايه العوامل اللي هتاثر لي بقى على الكوليكشن؟ احنا قلنا الوقت اللي هجمع فيه الماده او الوقت اللي هجمع فيه البلانت. ممكن يكون او هي بتختلف او بتتغير حسب الوقت دوت من اليوم او الوقت دوت من السنه او حسب مراحل النضج اللي النبات بيمر بيها. مش فاهمين حاجه، تعالوا نفهم بالتفصيل. اول فاكتور معانا هو التايم اوف ذا داي، يعني بمعنى اصح كده او بوجهه نظر عامه، ممكن يكون معايا نبات، النبات دوت لو انا جمعته الصبح الاقيه بيحتوي على نسبه ماده فعاله او كميه كبيره من الماده الفعاله، اجي بعد الظهر اجمع النبات الاقي المواد الفعاله اللي جوه النبات بقت موجوده بكميه قليله. يبقى انا كواحد ماهر في العلم دوت اروح اعمل ايه؟ اجمع النبات وهو في كميه ماده فعاله قليله بعد الظهر، ولا استناه الصبح كده واجمعه الصبحيه؟ اجمعه الصبح، لان انا قلت ان انا اهم حاجه عندي هي التركيز وكميه الماده الفعاله جوه النبات. فالتايم اوف ذا داي بيقول لك ان بعض الدراج كونتين ديفرنت اماونت اوف اكتيف كونستيتوانت ان ديفرنت تايم اوف ذا داي، يعني بعض الادويه بتحتوي على كميات مختلفه من المواد الفعاله في اوقات مختلفه من اليوم. طب نفهم اكتر بامثله، والامثله دي مهمه شويه. اول مثال معانا نبات اسمه الديجيتاليز، النبات دوت بيحتوي على ماده فعاله اسمها الجلايكوسايد. هتاخد ان شاء الله لما تكبر شويه ان الجلايكوسايد او الديجيتاليز دوت بيستخدم في علاج الهارت فيلير او الفشل القلبي، ان خلاص القلب مش عاد قادر ان هو يضخ الدم. فالديجيتاليز دوت بيحتوي على ماده فعاله اللي هي الجلايكوسايد. كلمه جلايكوسايد هي ماده فعاله تتكون من حاجه اسمها او من جزء سكري ومن جزء غير سكري، جاي بالتفصيل ما تقلقش. اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان الديجيتاليز بتحتوي على الجلايكوسايد، فالصبح ات ذا مورنينج لو انا جمعته هلاقي فيه الجلايكوسايد موجود ولكن بنسبه قليله، ولو جمعته بعد الظهر افترنون هلاقي الجلايكوسايد موجود ولكن بنسبه كبيره. يبقى انا من مصلحتي اجمع الجلايكوسايد قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ لا، من مصلحتي اجمع الجلايكوسايد افترنون. ليه؟ لان بيكون في كميه او اسف بجمع الديجيتاليز في الافترنون. ليه؟ لان بيكون في كميه الجلايكوسايد موجوده بنسبه كبيره. دي حاجه. ناخد مثال كمان، السولانيسس او السولانيسياس ليف، دي عيله بتضم جواها كذا نوع من البلانتس. احنا اتفقنا ان كان في اول محاضره او في اول مذكره ان كان في عالم اسمه لينياس دوت عمل علم اسمه التاكسونومي، بدا يصنف النباتات ويحط كل مجموعه من العائلات او مجموعه من النباتات تحت مسمى عيله واحده. فدي عيله من النباتات بتكون تحتها مجموعه من النباتات. المجموعه او العيله ديت لو انت جمعتها الصبحيه هتلاقي فيها نسبه الكالويد، دي ماده فعاله هناخدها بالتفصيل، فيها نسبه الالكالويد او الماده الفعاله اللي جواها موجوده بنسبه كبيره، ولو جمعتها بعد الظهر هتلاقي نسبه الالكالويد اللي جواها موجوده بكميه قليله. يبقى انا من مصلحتي اجمعهم امتى؟ اجمعهم at the morning عشان بيكون فيها نسبه الالكالويدز هاير، اعلى من afternoon. فدي مثال او احدى الامثله على التايم اوف ذا داي اللي بيأثر لي على الكوليكشن. تاني حاجه تايم اوف ذا يير، نفس الفكره اللي فوق بالظبط، يعني في برضو بعض النباتات ممكن اجمعها مثلا في الشتاء تكون موجوده فيها الماده الفعاله بنسبه كويسه، اجي بقى اجمعها مثلا في الصيف الاقي الماده الفعاله مش موجوده بنسبه كويسه، بالتالي لازم اختار الصيف او اختار الموسم اللي بيكون فيه البلانت موجود الماده الفعاله بداخله بكميه كويسه مناسبه للاستخدام. The plant may contain substance in winter that isn't present in summer or its amount vary markedly. يعني بيكون الماده الفعاله بتختلف من اخر من فصل لفصل تاني. طب تعالوا ناخد امثله. في نبات اسمه الروبر. الروبر دوت بيحتوي على ماده فعاله اسمها الانثراكينون، والانثراكينون ديت من اشهر المواد الفعاله اللي هي بتستخدم كلاكزاتيف. يعني ايه كلمه لاكزاتيف؟ يعني كملين، يعني بتعالج الكونستيبيشن او بتعالج الامساك. فالروبر بدوت لو انا جيت اجمعه في الشتاء هلاقيه بيحتوي على الانثرانول. الانثرانول دوت مش هيديني الافكت بتاع الانثراكينون، ففي الشتاء لو جمعته هتلاقي فيه الانثرانول مكان الانثراكينون. على عكس بقى لو جيت جمعته في الصيف
هلاقي ان الانثرانول دوت حصل له اوكسيديشن، هيبدا ان هو يتاكسد ويديني الانثراكينو اللي انا عايزه، فيبدا ان هو يستخدم كلاكسيف او يستخدم كملين. يبقى بص، انت اختيارك للفصل اللي انت بتجمع فيه النبات غير من الماده الفعاله اللي موجوده. في فصل الشتاء في انثرانول، في الصيف هيتاكسد ويديك الانثراكين. خد مثال كمان، الكوليشيكا، الاحلاح. النبات دوت بيحتوي بداخله على مواد فعاله اللي هي الالكالويد. لو انا جيت جمعته، طبعا عايزك تبقى انت عارف برضو ان الالكالويد دي من المواد الفعاله اللي بيبقى طعمها مر شويه. طب لو انا جيت جمعته في الخريف في القوطه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الكولوشيكام او الاحلاح دوت ما فيهوش اي طعم مر. معنى كلمه ان مش فيه اي طعم مر يعني مش فيه الالكالويد، يعني مش فيه الكولوشيسين. دي الماده الفعاله اللي موجوده جوه الكوليشيكا، الكالويد بنسميه الكوليشيسين. وبالتالي انا لو جمعت الكوليشيكا في فصل الخريف، هل هيستخدم كدواء؟ لا، ده مش فيه الماده الفعاله. جم بقى في استراليا قال لك خلاص يا عم، لو احنا جمعناه في الخريف ومش هيستخدم كدواء، طب ما ابدا استخدمه كفود، كطعام مكان البطاطس. يعني ليه؟ لان هو خالي من اي طعم مر، خالي من اي طعم وحش، فبداوا يستخدموه كاكل بدل من البطاطس. تاني حاجه معانا هنتكلم فيها في فصل السبرينج، الربيع او في اوائل الصيف. في فصل الربيع او اوائل الصيف بدا ان هو الطعم المر دوت يظهر معاك. معنى ان الطعم المر ده ظهر معاك، معنى كده ان في الالكالويد اللي هو اسمه الكولوشيسين بدا يظهر وبدا يبقى موجود، فبالتالي هبدا استخدم الكولوشيكام دوت كدرج، كدواء. طب تعالى نتكلم مع بعض في العامل الثالث اللي ممكن ياثر لي على الوقت اللي هعمل فيه كوليكشن. قال لك العامل الثالث هو الستيج اوف ماتوريتي اند الايج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مراحل نمو النبات المختلفه. يعني ممكن النبات اجمعه في مرحله معينه من نموه الاقي موجود فيه الماده الفعاله بنسبه كبيره، اجمعه في مرحله تانية الاقي الماده الفعاله موجوده بنسبه صغيره. فبالتالي المراحل النمو بتاعه النبات المختلفه بتغير لي من نسبه الماده الفعاله اللي موجوده جواه. The value and the content of active constituent of many drug depend on stage of maturity and the age. يعني ممكن يكون نبات حصل له خلاص رايبنينج ونضج، تلاقي ان الماده الفعاله جواه قليله. نبات لسه مش نضج، لسه مش وصل للستيج بتاعه الرايبنينج، تلاقي فيه الماده الفعاله موجوده بكميه كبيره. فده برضو بيعتمد على او دوت اللي بيخليني ابدا اشوف واركز فيهم عشان ابدا اعرف هعمل كوليكشن امتى للنبات. فاللي انا عايزك تعرفه في كل الكلام دوت، ان انا من الاخر كده لازم قبل ما اعمل كوليكشن للنبات افكر واعرف انا هعمل الكوليكشن دوت امتى، لاني انا مش همي يكون طعمه حلو، انا عايز يكون بيحتوي على كميه مناسبه من المواد الفعاله. طب دلوقتي عايز بقى ايه؟ خلاص انا جمعت النبات وهبدا ان انا اوديه للسوق، او هبدا ان انا انقله للمصنع. انا كده خلاص زرعته وحصدته، عايز بقى ابدا اوديه للمصنع. قبل ما اودي النبات دوت للمصنع يا دكاتره، النبات بيمر بكذا عمليه كلهم اهم من بعض. اول عمليه ببدا انظف النبات، بعد كده ابدا اغربل النبات، بعد كده ابدا اقشر النبات. نظف، غربل، قشر. هعمل ايه؟ اول حاجه همسك النبات كده وابدا انظفه، لاما عن طريق ان انا بمسكه كده واهزه فينزل اي تراب او اي بقايا تربه لسه لازقه في النبات. ابدا امسك الفرشه زي فرشه الاسنان كده وابدا ان انا احك بيها النبات، فيبدا ينزل اي سويل بارتكلز، يبدا ينزل اي بقايا تربه مرتبطه فيه. او ممكن يعمل حركه حلوه، ممكن اجيب ميه، الميه يكون ضخها شديد شويه، فاروح موجهها على النبات، فتبدا الميه ديت تنزل لي كل بقايا التربه اللي متعلقه لسه في النبات. انا اهم حاجه عندي يبقى النبات بتاعي نظيف، عشان وانا بنقله للمصنع يروح على طول يستخرجوا منه الماده الفعاله. فاول عمليه معانا هي عمليه الكليننج، ببدا اشوف او ببدا اخلي النبات بتاعي لازم يبقى فري فروم السويل بارتكلز، لازم يكون خالي من اي بقايا او اي جسيمات من التربه.
ده بعملها عن طريق 3 حاجات، يا اما بمسك النبات واعمل له شيكنج بهز النبات، يا اما بعمل له براشنج بالفرشه كده وابدا احك النبات، او ووشنج اندر ستريم اوف ووتر ببدا اعمل غسيل للنبات تحت ضغط ميه جديد. طب خلاص الحمد لله نظفت النبات، ابدا اغربله. يعني ايه كلمه اغربل النبات؟ همسك النبات كده وابدا اغربله بحيث ان اي بقايا او اي جسم غريب يبدا ينزل ويتبقى معايا النبات بتاعي. فهنا عمليه الجاربلينج ديت مهمه للريموفال للاكسترينيوس مطر لاي جسم غريب، سواء كانت بقى ساند، رمله، كان ديرت، اي كازورات. من الاخر اي ان ريكوايرد بارت اوف ذا سيم بلانت، يعني جزء انا مش عايزه من النبات، جزء مش ليه لازمه، ببدا برضو اعمل له غاربلينج ويبدا ان هو يطلع بره ويتبقى معايا البلانت اللي انا عايزه. يبقى انا نظفت النبات، غربلت النبات، ابدا اعمل ديكورتيكيشن، ببدا اقشر او اعمل ريموفال لبعض الطبقات او بعض الانسجه من البلانت، زي البارك، اللحاء، زي الروت، الجذر، زي الرايزوم، ببدا اعمل ليهم ريموفال للطبقه او لبعض الانسجه بتاعتهم. طب انا ليه بعمل لهم ريموفال؟ ليه بقشرهم؟ اكيد في سبب. بيقول لك ان ممكن يكون بعض الاجزاء من النبات ديت ملهاش لازمه، مش فيها مواد فعاله، مش فيها اصلا مواد فعاله. طب خلاص، طب انا كده ليه احملها في عربيات وليه تاخد مكان؟ طب ما اقطعها خالص وابدا اعمل لها ديكورتيكيشن، او ممكن يا عم تكون فيها الماده الفعاله ولكن بنسبه قليله. طب ما برضو النسبه القليله جدا ديت مش هتفيدني، او ممكن يكون فيها ماده فعاله ولكن غير الماده الفعاله اللي انت عايزها، فده برضو حاجه برضو مش هتفيدني. فانا ببدا اعمل ديكورتيكيشن لبعض التيشيو اللي فيها ليك اوف اكتيف كونستيتوانت او اكتيف برينسيبلز، يعني اللي فيها نقص للمواد الفعاله، ببدا اعمل ديكورتيكيشن لبعض التيشيو اللي فيها low percentage of active constituent او active principle، ببدا برضو اعمل الديكورتيكيشن في حاله وجود ان ريكوايرد constituent، يعني الماده الفعاله بتاعتي موجوده ولكن، او اسف، الماده الفعاله اللي انا عايزها مش موجوده، انت عندك ماده فعاله غيرها وانا مش عايزها دلوقتي، فببدا اعملها ديكورتيكيشن عشان مش تاخد مكان في النقل على الفاضي. كده عملنا كليننج وعملنا جاربلينج وعملنا ديكورتيكيشن. الخطوه رقم 4 ببدا اعمل بليشنج. طبعا انت اصلا بتبقى ماشي كل خطوه كده بالترتيب. رقم 4 ببدا اعمل بليشنج، الدكتور في المحاضره ذكرها بس كده ايه كاسم بس، هنعرف كده عنها وجهه نظر سريع. كلمه البليشنج دي بالظبط عامله زي فكره ان احنا لما بنحب نحافظ على الحديد من اي صدأ، ببدا امسك الحديد وابدا اعمل له عمليه الطلاء بتاعه وابدا اطلي الحديد بحيث ان هو ما يصديش. هنا برضو في البلانت بتاعتي عشان ابدا احميها من اي مؤثر خارجي او اي حاجه خارجيه ممكن تاذيه، سواء كانت حشرات بقى اي مؤثر خارجي، ببدا امسك النبات واطليه بطيه من الجير الحي اللي هو كالسيوم كربونيت، ببدا امسك البلانت بتاعي وابدا اطليه بطيه من الجير الحي، فعشان اعمل سيف للدراج بتاعي من الاكسترنال انترفير. طب بعد كده ببدا اتكلم في الكيورنج بتاع الدراج، يعني كده خلاص انا عملت كليننج وجاربلينج وديكورتيكيشن وبليتشنج، ثم يجي بعديه بقى الكيورنج. يعني ايه كلمه كيورنج ديت؟ الكيورنج هي عمليه ببدا اعمل فيها تغير في البلانت بتاعي، التغير دوت بيديني افاده. يعني انا معايا بلانت معين، هبدا اعمل تغير كده بقى في الكيميكال استراكشر بتاعه، هعمل تغير فيه، التغير دوت هينتج عنه حاجه مرغوب فيها. يبقى عمليه الكيورنج هو البروسيس اللي فيها انتيوسنج، ببدا احفز ان انا اعمل ديزيرابل تشينج، تغيرات محسوسه او تغيرات مفيده ان ذا دراج. ليه؟ طب انا ليه بعمل كل الكلام ده؟ عشان ابدا بعدها اخش في عمليه دروينج، اخش بقى ان انا هبدا اجفف النبات وانقله بقى على طول. فعمليه الكيورنج هي عامل اخر كده، هي عباره عن عمليه تحويل النبات للاحسن، ببدا امسك النبات واوديه للاحسن او اخليه افضل من الاول، ببدا اعمل طب ما تيجي نفهم الكلام دوت بمثال افضل. يعني عندنا مثال مشهور جدا هو عباره عن البريباريشن بتاع التي او الشاي للماركت. عندنا نوعين من الشاي يا دكاتره، في الشاي الاخضر وفي الشاي الاحمر بتاعنا. ايه الفرق بينهم؟ الشاي الاخضر ده يا دكاتره بيكون الكافيين اللي هي الماده الفعاله اللي جوه في الشاي اللي مسؤوله عن التنبيه والاكشن بتاع الشاي، بتكون
مش دايبه، بتكون ماسكه مع التانيك اسيد. ده اسيد موجود جوه التي، بتكون الكافيين ماسك مع التانيك اسيد، فبالتالي الكافيين مش عارف يعبر عن نفسه، مش عارف يدي الاكشن بتاعه، مش عارف يدي الافكت بتاعه. طب في الشاي الاحمر هل الكافيين مرتبط مع التانيك اسيد؟ لا، دايب لوحده. ففي الشاي الاخضر بنلاقي ان الكافيين مرتبط مع التانيك اسيد. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا عايز احول الجرين تي الشاي الاخضر للريد تي للشاي الاحمر، هعمل ايه؟ طب ما انا طالما عايز الكافيين لوحده اروح كاسر الرابطه اللي بين الكافيين والتانيك اسيد. يبقى اول خطوه بعمل بريك اب، بكسر الكومباينيشن اللي ما بين الكافيين والتانيك اسيد، فيصبح معاك الكافيين دايب ويفضح معاك ويصبح معاك التانيك اسيد برضو لوحده. طب انا كده خلاص رحت مكاسر الرابطه ما بين الكافيين والتانيك اسيد، يبدا التانيك اسيد دوت يحصل له اكسده ويديك ماده لونها احمر. الماده اللي لونها احمر ديت هي اللي ادت للريد تي اللون الاحمر بتاعه. نقول تاني بقى، يبقى انت عندك الجرين تي ده شاي لو انت شربته من هنا لحد بكره الصبح والله ولا هتحس بان انت خلاص فقت ولا منتبه لحاجه، لان الكافيين فيه مش موجود بشكل دايب او مش موجود بشكل حر، فمش عارف يعبر عن نفسه. فالكافيين مرتبط مع التانيك اسيد. تيجي بقى نسال عمليه الكيورنج ونقول احنا عايزين نحل المشكله ديت. قلنا ان العمليه ديت بتبدا تعمل على تغير مفيد للنبات، هتبدا تكسر الرابطه ما بين الكافيين والتانيك اسيد. لما تكسر الرابطه يا دكاتره ما بين الكافيين والتانيك اسيد، يبدا الكافيين يبقى حر، فيبدا ان هو يعبر عن نفسه، فيكون في الريد تي الكافيين فري حر، ويبدا ان الجزء اللي هو اسمه التانيك اسيد يحصل له اكسده ويديك ريد سولوبل ماتيريال، وبالتالي نتج اللون بتاع الشاي الاحمر اللي احنا عايزينه. يبقى انا كده عملت عمليه كيورنج، فحولت الجرين تي للريد تي. العمليه ديت او الكسر بتاع الرابطه اسمها فيرمنتيشن او هايدروليسيس، يعني تحلل. ببدا امسك الجرين تي واحلله، افكه كده الكافيين لوحده والتانيك اسيد لوحده. طب ده مثال. طب انا كنت بعمل الكلام ده كده، ده الكلام ده بيتم جوه النبات. انا بقى واحد واقف في قلب المعمل دلوقتي اهو، عايز اعمل الخطوات ديت او عايز احول الجرين تي للريد تي، اعملها ازاي؟ بروح جايب يا دكاتره الورقه بتاعه الشاي وابدا احطها ما بين لوحين من الازاز وابدا اعمل رولينج، يعني ببدا اعمل ايه؟ ببدا احرك كده اللوحين في عكس اتجاه بعض، وبالتالي نتيجه للحركه اللي انت عملتها ديت بيبدا يطلع من ورقه الشاي بعض الانزيم، بعض الانزيمات. الانزيمات ديت تروح تعمل التشينج او التغيرات اللي احنا قلناها فوق دي بقى. يبقى الحته ديت ده الكلام اعمله ازاي في المعمل. يبقى عمليه الكيورنج بتتعمل ازاي في المعمل؟ ببدا ان انا اجيب لوحين من الازاز وابدا احط بينهم ورقه الشاي واعمل لها رولينج، فيبدا يطلع انزيمات. الانزيمات ديت بقى هي اللي بتروح تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه فوق. طب ناخد مثال كمان. المثال اللي بعده يا دكاتره هو الفانيليا بات، اعواد الفانيليا. احنا طبعا عارفين الريحه الجميله بتاعه الفانيليا، ولكن الفانيليا اول ما بتجمعها، اول ما بنجمع اعواد الفانيليا خلاص من الارض، بنلاقي ان مش ليها ريحه. الفريشلي كولكتد فانيليا باتس اللي هي لسه متجمعه لسه فريش دونت كونتين الفانيلين، مش بتحتوي على الفانيلين. الفانيلين دوت الماده الفعاله اللي موجوده جوه الفانيليا بادز او عواد الفانيليا اللي مسؤوله عن الريحه الحلوه بتاعت الفانيليا. فانيلين از ريسبونسبل فور الجود اودر. طب انا بالتالي انا عايز ادي الريحه الحلوه للفانيليا، اعمل ايه؟ قال لك ان انت اول ما بتجمع الفانيليا بادز ديت مش فيها طبعا زي ما قلنا فانيلين، ولكن بيبقى فيها بعض الجلايكوسايد اللي مش ليها ريحه. فانا ابدا اخد الفانيليا بادز وابدا اعمل لها عمليه كيورنج، ابدا اعمل فيها تغير كويس يبدا ينتج عنه ريحه الفانيليا اللي احنا عارفينها. طب هنعمله ازاي؟ بيقول لك ببدا امسك الفانيلين او ببدا امسك الفانيليا بادز وابدا اعمل عمليه الفريمنتيشن اللي هي عباره عن تحلل او كسر الرابطه، فابدا اكسر الرابطه ما بين الفانيلين والجلايكوسايد، بالتالي ينتج عنه فانيلين حر لوحده. الفانيلين دوت يا دكاتره هي اللي مسؤوله عن الريحه، لكن الجلايكوسايد هي اصلا مش ليها ريحه،
فبالتالي عملية الكيورينج كانت مفيدة جدا معانا في ان احنا نطلع الريحة الكويسة للفانيليا اللي موجودة في المادة الفعالة بتاعتها اللي اسمها الفانيلين، لما عملت عملية فيرمنتيشن للفانيليا بادز ونتج الفانيليا الحر اللي طلع الريحة الكويسة بتاعت الفانيليا. طب كده انا عملت عملية كلينينج، عملت عملية جاربلينج، ديكورتيكيشن، بليتشينج، ثم عملية الكيورينج، وخدنا على الكيورينج مثالين مهمين. ثم خلاص بقى كده هعمل عملية اسمها عملية الدراينج. الدراينج هي عملية التجفيف بتاع البلانت بتاعي يا دكاترة. يعني ايه كلمة تجفيف؟ تجفيف النبات يعني ابدأ اشيل المصدر او ابدأ اشيل اي مية موجودة على الورق بتاع النبات بتاعي. طب هو ليه المية ديت بشيلها؟ لان المية يا دكاترة هي وسط مناسب لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا، وكمان المية هي وسط مناسب لتحفيز الانزيمات اللي مسؤولة عن تحلل وكسر المواد الفعالة. يا نهار ابيض، يعني المية بالنسبة لي بتمثل لي كارثة. لو النبات دنوا عليه مية هتبدأ المية ديت تخلي البكتيريا والفطريات تنمو. ده مش كده وبس، ده المية ديت هتخلي كمان الانزيمات اللي في النبات تشتغل وتكسر المادة الفعالة، يبقى معايا نبات بلا مادة فعالة، يبقى ارميه بقى خلاص، ما كده باظ. طب بيقول لك ان الدراينج it is one of the most important step، هي اهم خطوة في البرودكشن، لان الخطوة ديت لو باظت انت النبات عندك باظ، وكل اللي راح او كل اللي انت عملته باظ. طب بيقول لك ان هي اصلا فيها ايه؟ بعمل فيها ريموفال للووتر من البلانت بتاعي. طب بيقول لك انت لازم تعمل الدراينج بطريقه كيرفول، لازم تبقى حريص جدا وانت بتعمل الدراينج. ليه يا دكتور ابقى حريص؟ عشان برضو وانا بعمل تجفيف للنبات لازم ابقى محافظ على الفيزيكال والكيميكال كاركتر بتاعه البلانت. يعني مش ينفع وانا بعمل الدراينج او التجفيف ابدا اثر على الماده الفعاله اللي موجوده جوه البلانت، يبقى انا كده بعمل حاجه وببوظ حاجه اي حاجه تانية. يبقى انا لازم وانا بعمل الدراينج احافظ على الفيزيكال كاركتر بتاعه البلانت، واحافظ على الكيميكال كونستيتوانت او الاكتيف كونستيتوانت بتاعتي اللي موجوده في البلانت. طب هو ايه اهميه الدراينج؟ الكلام ده احنا قلناه دلوقتي. اول حاجه الدراينج دوت بيساعدني في ان انا اعمل بيرسيرفيشن، يعني احافظ على البلانت بتاعي، لان لو في ميه على البلانت هيبدا يكون في وسط مناسب لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا. طب ناخد حاجه كمان، الدراينج دوت لما ابدا اعمل تجفيف للنبات، اتخيل كده معايا ورقه شجره مش فيها اي نوع من الرطوبه، هشه كده، مش ممكن افركها بسرعه وتتحول بسرعه لجزيئات صغيره؟ صح. فبالتالي دوت سهل لي تحول البلانت بتاعي لباودر. ده مش كده وبس، ده لما امسك الليف او الاشجار بتاعتي او ورق الاشجار او البلانت بتاعي وابدا اعمل له تجفيف، يعني ابدا اشيل منه الميه، بيبدا ان وزنه يخف. فبالتالي دوت بيساعدني او بيسهل عليا عمليه التعبئه، ان انا اعبيه وان انا اخزنه وان انا ابدا انقله للسوق. فقال لك تو فاسيليتيت، ابدا اسهل الباكينج والستورج التخزين والترانسبورت. ليه الكلام ده كله؟ عشان انا قللت من الوزن بتاع النبات وقللت كمان من حجمه الضخم. يبقى عمليه الدراينج سهلت لي الكلام ده كله، لانها بتقلل لي او بتشيل لي كميه الميه اللي موجوده في الليف او في البلانت بتاعي، فبالتالي بتبدا تقلل من وزنه ومن حجمه الضخم. غير كده قلنا برضو بتعمل فاسيليتيت، بتسهل عمليه البولفرايزيشن للباودر بتاعه، يعني بتبدا ان هي تسهل من عمليه تحول البلانت بتاعي لباودر. ايه تاني؟ ايه الكلام ده قلناه؟ تو بريفنت، بتمنع الجروث اوف مايكرو اورجانيزم زي البكتيريا والفنجاي، زي البكتيريا والفطريات. قلنا لان الميه هي وسط مناسب لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا. طب ايه تاني؟ قال لك ان الدراينج ديت بتعمل ستوب، بتوقف لي الانزيماتيك او الهايدروليتيك رياكشن. مش احنا قلنا ان لو في ميه هتبدا الميه ديت تحفز الانزيمات اللي موجوده جوه البلانت اللي مسؤوله عن العمليه بتاعه كسر وتحليل الماده الفعاله؟ ايوه. ما قال لك لو انت بقى عملت دراينج هتمنع الانزيم اللي مسؤوله عن الهايدروليسيس اللي هي هايدروليتيك رياكشن، اللي ممكن تعمل لي تشينج او تغيير في الكيميكال كومبوزيشن اوف ذا دراج.
فبالتالي عملية الدراينج باين عليها من أهم العمليات اللي أنا وصلت ليها، لأن العملية دي يا دكاترة لو فشلت فأنت كل اللي فات فشل برضه. طب أنا دلوقتي عرفت إيه هي أهمية الدراينج. قال لك الدراينج برضه خلي بالك إن وأنت بتعمل دراينج استخدم حرارة قليلة على قد ما تقدر، وكمان خليك رابد أو سريع على قد ما تقدر. ليه؟ قال لك لأن في بعض النباتات بتكون جواها مواد فعالة بنسميها سيرمولابايل. عندي حاجة اسمها سيرمو وحاجة اسمها أو حاجة اسمها سيرمولابايل وحاجة اسمها سيرموستيبل. تعالوا نقسم اللفظ أو المصطلح دوت. كلمة سيرمو يا دكاترة يعني تمبريتشر، يعني حرارة، وكلمة لابايل يعني حساس. يبقى أنا عندي في بعض البلانتس بتحتوي على مواد فعالة حساسة للحرارة، وبالتالي أنا لازم أستخدم معاها درجات حرارة قليلة عشان خاطر ما تتحرقش وتبوظ مني. طب كلمة سيرمو ستيبل، ستيبل يعني ثابت وسيرمو يعني حراري، يبقى ثابت حراريا، يبقى أنت مهما عليت الحرارة فهي ثابتة عادي، مش بتتغير أو مش بتبوظ. يبقى أنا من مصلحتي أستخدم درجة حرارة قليلة على قد ما أقدر عشان لو في أي سيرمولابايل كونستيتوانت مش يحصل لها ديستراكتيف، مش تتكسر، لأن الهاي تمبريتشر دي ليها ديستراكتيف أكشن أو تأثير مدمر على السيرمولابايل كونستيتوانت. طب هو ليه لازم أعمله بسرعة؟ لأن طول ما المية يتكاثر على البلاند فالبلاند دوت مصدر للفطريات والبكتيريا، ومصدر كمان إن الإنزيم تبدأ تشتغل وتكسر في النبات، فانت لازم تبقى انت سريع على قد ما تقدر قبل ما يحصل اي جروس للفطريات او البكتيريا، وقبل ما يحصل اي شغل للانزيمات اللي مسؤوله عن الاكشن اللي هو الهيدروليسيس. قال لك اهو insufficient or slow drying هينتج عنه ايه بقى؟ جروس للمولدز اند البكتيريا، للفطريات والبكتيريا، وديستراكتيف اكشن بتاع الانزيم on the active constituent، التأثير المدمر بتاعة الإنزيمات على المواد الفعالة. يبقى لازم أبقى بستخدم حرارة قليلة على قد ما أقدر، وكمان أبقى سريع في شغلي. عندي نوعين من الدروينج، حاجة اسمها natural drawing وحاجة اسمها artificial drawing. أول حاجة الدروينج الطبيعي. الدروينج الطبيعي يا دكاترة أنا بستخدم فيه الطقس بتاعي العادي، درجات حرارة المناخ، أبدأ أمسك النبات بتاعي أبدأ أحطه في الشمس، فتبدأ درجة حرارة الشمس هي اللي تجفف وتطير المية من النبات بتاعي. فالناتشرال دراينج انكلود يوز اوف كلايمتيك هيت، درجة حرارة المناخ. طب ايه مميزات الناتشرال دراينج؟ أول حاجة التجفيف الطبيعي يا دكاترة بيبدأ إن هو يحافظ على اللون بتاع النبات بتاعي، يعني من الآخر لو أنت النبات بتاعك ليه لون معين مهما عرضته للشمس لونه ما بيتغيرش. غير كده ان هو مناسب مع النباتات اللي بتكون سيرمولابايل، يعني اللي هي حساسة للحرارة، لان اي حاجة صناعية او اي فرن طبعا بيكون درجة حرارته طبعا مش زي درجة حرارة الشمس على الارض مثلا. فبتكون لو انت معاك نبات حساس او بيحتوي على مواد فعاله سيرمولابايل حساسه للحراره، ده افضل ليك تستخدم معاها الناتشرال دروينج. ده انت كمان افضل تستخدم معاها حاجه اسمها الشيد دروينج. ايه موضوع الشيد دروينج ده؟ ما انا عندي نوعين من الناتشرال دروينج، السان دروينج اللي هو بستخدم فيها الشمس كده تلقائيا، وحاجه اسمها الشيد دروينج اللي انا بستخدم فيها ظل الشمس. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك السان دراينج دوت ببدا استخدم فيها الدايركت اكسبوجر لللايت والهيت بتاعت السان، ابدا امسك النبات بتاعي وابدا احطه مباشره للاشعه بتاعت الشمس. زي مثال مهم جدا اسمه السنه، ودي هناخدها بالتفصيل في اخر شابتر معانا في المنهج. السان فيها المثال بتاعها اسمه السنه ليف. طب ايش الدراينج؟ في بعض الاكتيف كونستيتوان زي ما احنا قلنا ان هي بتكون سيرمولابايل او حساسه للحراره، فبرضه ممكن او في احتمال حتى لو بسيط ان انا لو حطيتها في السان دراينج تتحرق. طب ما ممكن نحطها بقى في الشيد دراينج في الظل بتاع الشمس، فبالتالي احتمال ان هي تبوظ
بسيط جدا، ده ممكن يكون اصلا مش موجود. ببدا اجيب البلانت بتاعي وابدا احطه كده على كوروجيتد ايرون، يعني حديد كده بيبقى مموج، وابدا احطه في الظل بتاع الشمس، فيبدا ان الحديد ده يمتص كده بعض الاشعه ويبدا ان هو يسخن النبات واحده واحده بشكل خفيف، وبالتالي ان هو الحراره مش هتبقى عاليه قوي، وفي نفس الوقت الدراينج هيتم. ولكن في عيب هنا بقى شديد جدا. العيب بتاعنا في الناتشر دراينج مع انها كويسه جدا في حاله الثيرمولابايل اكتيف كونستيتوانت، الا ان الناتشر دراينج بيتم بطريقه بطيئه جدا، فعيوبه ان هو بياخد وقت بطيء جدا او بياخد وقت طويل جدا، ممكن تاخد 5 ايام اسبوع عقبال ما اللي انت حاطه دوت يحصل له دراينج، فبياخد تيك ا لونج تايم، على عكس الاوفن تحط الورق بتاعك في قلب الفرن يبدا بعد ساعه او اقل من ساعه كمان تلاقي ان الكميه بتاعتك حصل لها خلاص الدراينج واتجففت خلاص. كده خلصنا الناتشر دراينج، هنروح على الارتفيشال دراينج. الارتفيشال دراينج عندي فيها حاجتين، حاجه اسمها دراينج شامبر اللي انا بستخدم فيه الاوفن او الفرن، وحاجه اسمها الفريز دراينج اللي انا بستخدم فيها يا دكاتره المجمد، اللي هو حاجه كده عامله زي الفريزر كده هنشرحه حاليا بالتفصيل. الارتفيشال دراينج يا دكاتره الادفانتج بتاعته اول حاجه ان هو طريقه سريعه، عكس مين؟ عكس اللي هو الناتشرال دراينج اللي كان بياخد وقت طويل، لا انا هنا هتتم بسرعه. غير كده كمان هي ويل كنترول تمبريتشر، انا صعب عليا ان انا كنت اتحكم في درجه حراره الشمس، لكن من السهل عليا ان انا اتحكم في درجه حراره الفرن، وبالتالي انت الميزه بتاعه التجفيف الصناعي ان هو كان سريع، وغير كده انا بتحكم في الحراره براحتي، ازودها اعليها اوطيها اللي انا عايزه اعمله براحتي عكس الصن. طب ايه عيوبه؟ العيوب بتاعه ان هو لازم تعمل الدراينج بطريقه حريصه جدا عشان تمنع عمليه البيرنينج، تمنع الحرق، ممكن تسهى بس كام ثانيه على الليف او على البلانت بتاعك في قلب الفرن وانت معلي الحراره يبدا ان هو يتحرق، فعايزه شخص كده يكون منتبه وماهر في الايه الكلام دوت. ايه تاني؟ لو انت عرضت النبات لاكسسيف هيت، لحراره على طول او حراره شديده، لو النبات دوت كان بيحتوي على الستارش، الستارش طبعا احنا عارفينه وهناخده كمان بالتفصيل ان شاء الله في شابتر 3، الستارش دوت يا دكاتره بيبدا يحصل له جيلاتينيزيشن، يعني بيبقى عامل زي الجيلاتين كده، يبدا ان هو يبقى عامل زي كتله كده بتلزق، فبالتالي دوت مؤشر ان الستارش باظ، وطالما الستارش باظ فخلاص النبات بتاعك باظ، فبالتالي الاكسسيف هيتنج دوت ممكن يبوظ لي البلانت بتاعي. يبقى من الاخر العيوب بتاعه الارتفيشال دراينج دي معتمده عليك انت، يعني انت لو استخدمت الاجهزه ديت بشكل صحيح وشكل كويس وشكل حريص كده الارتفيشال دراينج تقريبا هيبقى من احسن انواع الدراينج بالنسبه لك. طب اول حاجه معانا هي الدراينج شامبر. الدراينج شامبر يا دكاتره ده اللي هو الاوفن او الفرن. الاوفن او الفرن بيكون جواه كده الواح، الالواح ديت ببدا احط عليها الليب او البلانت بتاعي، ببدا احط البلانت وتبدا تقفل الباب دوت وتبدا تشغل الجهاز، تلاقي ان الالواح ديت بدأت تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، بحيث ان الحراره بتاعه الفرن تبدا ان هي توصل لكل اجزاء النبات، يعني كل النبات يحصل له تجفيف، مش الجزء اللي هو بس معرض للحراره يحصل له تجفيف والجزء اللي تحت لا، فلازم يكون في الالواح دي بتتحرك يمين وشمال وفوق وتحت عشان يحصل في دراينج لكل الاجزاء بتاعه النبات. فالدراينج شامبر ده بيتكون من كلوز سبيس اهو، من مكان مقفول، وبيتكون كمان من سيفرال موفيبل سكرين ترايز، يعني بيتكون من الواح كده بتكون قابله للحركه الريجيد سو تو الاو سيركيوليشن اوف هيتد اير، يعني عشان تسمح لعمليه السيركيوليشن او عمليه ان الهيتد اير او الهواء السخن يدنه ماشي على جميع اجزاء النبات ويجفف كل جزء من البلانت بتاعتي. بس طبعا وانت شغال في الجهاز بتاع الدراينج شامبر لازم تخلي بالك ان ممكن الحراره تعلى منك شويه، ممكن تقعد مثلا بعد ما الوقت المحدد للدراينج يخلص فانت تسعى عنه شويه فتلاقي البلانت بتاعك اتحرق، فلازم يكون في كيرفول في الدراينج بتاعك، لازم تبقى انت شخص كيرفول وحريص في استخدامك للدراينج شامبر. تاني جهاز معانا هو الفريز دراينج.
وانا ازاي اجفف؟ طيب عن طريق ان انا اجمد، معروفه يعني انا عايز اطير ميه، ابدا ان انا اسخن، ازاي بقى اجمد؟ تعالى نفهم مع بعض. الجهاز ده يا دكاتره بيحتوي، طبعا برضه هو كلوزد اريا، ولكن بيحتوي فوق هنا كده على حاجات اسمها الفيكم. الفيكم ديت هي عباره عن حاجات بتبدا ان هي تقلل الضغط جوه البوكس دوت او الجزء المغلق ده، بحيث ان يبقى الضغط جوه قليل جدا. فانا ببدا اعمل ايه؟ اول حاجه ببدا اجيب البلانت بتاعي واحطه واجمده، يوصل لمرحله التجمد يبقى صلب جدا. اروح جايب البلانت اللي هو بقى صلب خلاص، بقى جامد جدا، وابدا احطه جوه الجهاز ده، وابدا اشغل الفيكم، فتبدا تقلل لي الضغط الجوي جدا جوه الجهاز. نتيجة ان الضغط الجوي قل جدا جوه الجهاز، بيبدأ تتحول الحالة الصلبة بتاعة البلانت للحالة الفيبور او الحالة الغازية، من غير ما تمر بالحالة السائلة اللي في النص. ما انا مش عايزه يبقى سائل، انا كانت حاجة صلبة عايزها المية تتبخر على طول ويتبقى لي البلانت بس. فده بيحول القطعة الصلبة ديت من الحالة الصلبة للحالة الغازية أو الفيبور، من غير ما تمر بالحالة السائلة. العملية دي اسمها السبليميشن، أو اسمها عملية التسامي. دي بتحصل إمتى؟ بتحصل لما بحط المادة الصلبة بتاعتي جوه الفريز دراينج، وأبدأ أشغل الفيكم، فيبدأ إن هو يقلل لي الضغط الجوي قوي، يبقى أقل من قيمة معينة اسمها التريبل بوينت. الضغط بيوصل لقيمة أقل من قيمة اسمها التريبل بوينت، فيبدأ إن الضغط بتاعك، أو يبدأ إن المادة اللي حطيتها جوه الجهاز تتحول من الحالة الصلبة للحالة الغازية، فالمية اتبخرت وما عادش في معاك جوه الجهاز إلا البلانت مجفف بدون وجود أي مية عليه. وبكده أبقى استخدمت التجميد في عملية التجفيف. فالبرنسل بتاع العملية ديت هي عبارة عن ريموف للووتر من الدراج بتاعي. بتتعمل ازاي؟ قال لك وين بريزنت ان ذا فروزن ستيت اندر فيك، ببدا احطها في الحاله الصلبه في او تحت استخدام الفيكم اللي هي بتعمل على تقليل الضغط. ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيحصل سبلايمز، يعني بيبدا يحصل سبليميشن، عمليه تسامي لفيبور لبخار دايركتلي على طول، ويز اوت باسنج ثرو ذا ليكويد ستيت، يعني تبدا الماده الصلبه دي تتحول للفيبور من غير ما تمر بالحاله السائله اللي هي بالنسبه لي مضره جدا للبلانت بتاعي. دي حاجه اسمها سبليميشن او عمليه التسامي. السوليد از كيبل اوف سبليميشن اف، لو كان الضغط الجوي او الضغط جوه البوكس، يعني امتى يحصل سبليميشن؟ لو كان الضغط جوه اقل من قيمه معينه، القيمه دي اسمها ايه؟ اسمها التريبل بوينت. طب المثال هنا مهم جدا، يعني الفريز دراينج هي عمليه او احدى انواع التجفيف او احدى اجهزه التجفيف المناسبه جدا للهرمون والفيتامين. بيجي في الامتحان يقول لك الهرمون والفيتامين ديت ابدا اعمل لها دراينج باستخدام مين؟ تقول له باستخدام الفريز دراينج، لانهم سيرمو لابايل دراج. ما خلي بالك الفريز دراينج ديت انا مش بستخدم فيها حراره، فممكن لو ماده فعاله بتتاثر بالحراره او حساسه للحراره ابدا استخدم معاها الفريز دراينج، لان الفريز دراينج مش بستخدم فيها حراره. ولكن المثال المهم قوي 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 هو الهرمونز اند الفيتامين. بيجي في الامتحان بيقول لك الهرمون اند الفيتامين ببدا اعمل لها دراينج بانهي طريقه؟ وهي الفريز دراينج. احنا كده خلاص خلصنا الدراينج. طبعا ده كان من اهم العمليات اللي بتتم. ثم تيجي العمليه اللي بعد الدراينج اسمها ستاندردايزيشن. ايه العمليه ديت؟ يعني ستاندردايزيشن، انا خلاص كده خلصت الدراينج، لازم بقى اطمن ان بعد ما وصلت لهنا وبعد ما خلصت عمليه الدراينج، البلانت بتاعي لسه بيحتوي على كميه الماده الفعاله اللي انا كنت بادئ بيها. يعني انا مش ابقى فقدت المواد الفعاله بتاعتي في النص، ما لازم اتاكد قبل ما اكمل بعد كده. يعني انا لازم اجي في النص اعمل حاجه اسمها ستاندردايزيشن، اتاكد ان الماده الفعاله بتاعتي لسه موجوده في الهرب او في البلانت بتاعي، عشان بعد كده على اساسها هبدا اشوف هل هكمل ولا خلاص هقف وارمي البلانت لاني عملت حاجه غلط في النص ادت ان الماده الفعاله بتاعتي باظت وراحت وضاعت.
فقال لك ان الهيرب ار ستاندردايزد تو سيرتين برسنتج اوف ان اكتيف كونستيتوينت. يعني ببدا اشوف هو لسه بيحتوي على الكميه المناسبه من الماده الفعاله ولا لا. دي عمليه اسمها الستاندردايزيشن. بعد كده بقى بيقول لك ان في حاجه اسمها الادلتريشن. طبعا يعني انت خلاص انت خلصت او انت خلاص يعني عرفت ان الماده الفعاله بتاعتك موجوده جوه البلانت بنفس الكميه اللي انت كنت بادئ بيها. خلاص بقى هبدا اعمل عمليه باكينج، هبدا ان انا اعبي البلانت بتاعي. طبعا بيكون في حاجات مناسبه، يكون برضو لو البلانت بتاعي بيتكسر بالضوء ابدا اعبيه في اكياس كده يعني بتكون مانعه لنفوذ او ان الضوء يعدي من خلاله. طبعا ولو يعني خلاص انا كده عملت له باكينج ابدا اعبيه وابدا انقله. لازم يكون الباكينج بطريقه مناسبه عشان ادن محافظ على الماده الفعاله ان هي مش تتكسر. ابدا بعد كده اعمل ستورج للماده الفعاله بتاعتي او البلانت بتاعي، ابدا اخزنه بقى. ما انا خلاص انا عبيته وديته للمصنع ابدا اخزنه. طيب التخزين بتاعك دوت اللي انت خزنته او اللي انت هتخزن بيه النبات مش لازم يكون بطريقه مناسبه، لازم تكون المنطقه نظيفه، لازم المكان اللي انت هتعمل فيه ستورج او هتخزن فيه البلانت بتاعك يكون نظيف، ما يكونش فيه اي بيولوجيكال فاكتور، ما يكونش فيه فران، ما يكونش فيه اي حاجه تبوظ من البلانت. لو البلانت بتاعك هيبدا ان هو يتكسر بالضوء حطه في اوضه مغلقه ما تكونش فيها اي مكان يسمح لنفاس الضوء. لو النبات بتاعك محتاج ضوء حطه في اوضه يكون فيها الضوء بيروح لها، بحيث ان انا ابقى دني برضو محافظ على الاكتيف كونستيتوينت بتاعتي اللي جوه البلانت لحد ما انزله السوق. بعد كده بيقول لك ان في حاجه اسمها الادلتريشن او الغش. الغش دوت يا دكاتره ممكن يبقى غش انا قصده وممكن يبقى غش انا مش قصده. هو يعني ايه غش اصلا؟ الغش هو ان انا ابدا مثلا وليكن معايا نبات معين، النبات دوت بيحتوي على ماده فعاله غاليه شويه، فابدا ان انا اغشك وابدا اخلط لك النبات دوت بنبات تاني مش غالي وابدا اديك اللي اقول لك مثلا انت عايز كيلو خد كيلو. الكيلو ده اصلا مش كيلو من الماده الفعاله او من النبات اللي انت عايزه، لا ده عباره عن انا غشه بنبات تاني ارخص منه بهدف ان انا عايز اكسب منك. فده اسمه adulteration انا متعمده. وطبعا دوت adulteration يعني بيكون في عدم مصداقيه او عدم امانه من الشخص. اما بقى في adulteration مش معتمد، غش انا مش متعمده. طب ده بينتج ازاي؟ وانا مثلا بعمل الباكينج او بعمل الستورج ببدا ان انا اخلط بين مواد فاعله او اخلط بين النباتات على بعض، ودي تكون طريقه انا مش متعمدها. ودي بتدل ان الشخص اللي كان شغال في الباكينج دوت مش ماهر، مش كويس، مش صيدلي يعتمد عليه. وبالتالي انت اصلا الادلتريشن بكل انواعه سواء كان انت متعمده او لا هو اصلا مش ينفع انت يحصل فيه ادلتريشن للدراج بتاعي سواء كان انت متعمده او لا فانت تتحاسب عليه. والادلتريشن اصلا ده في ماده ان شاء الله هتاخدها لما تكبر شويه هي بتعرفك ازاي اعمل ديتكت او اكتشاف ان العشب بتاعي حصل له ادلتريشن، حصل له غش. يعني يديك كده عشب ويقول لك هل دوت مغشوش ولا لا. طبعا انت الوحيد كصيدلي الوحيد اللي تعرف عمليه الادلتريشن للهرب موجوده ولا لا. كده تكون خلصت المحاضره الاولى كامله. أشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.